أطلقت مصر عدة رسائل خلال قمة القاهرة للسلام التي احتضنتها العاصمة الإدارية الجديدة أكدت خلالها ضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة ورفض تصفية القضية الفلسطينية. كما عكست القمة الدولية موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جاء معبرا عن إرادة الشعب المصري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته لحل القضية. رسائل عده اطلقتها مصر خلال قمه القاهره للسلام التي احتضنتها العاصمه الاداريه الجديده حيث اكدت مصر ضروره وقف التصعيد في قطاع غزه ورفض الانتهاكات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ورفض تصفيه القضيه الفلسطينيه من خلال مخطط التهجير القسري للفلسطينيين الى غزه قمة اثبتت قدرة مصر عبر قيادتها ودبلوماسيتها في حشد قادة وزعماء الدول للبحث عن حلول للازمة الراهنة، ما يؤكد موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية. القمة الدولية عكست موقف الرئيس السيسي الذي جاء معبرا عن إرادة الشعب المصري بكل أطيافه. المؤكده على حقوق الشعب الفلسطيني ووضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته بانه لا حل للقضيه الفلسطينيه وصولا الى السلام الا عن طريق حل الدولتين. اليوم تقول لكم مصر بكلمات ناصحه امينه ان حل القضيه الفلسطينيه ليس التهجير وليس ازاحه شعب باكمله الى مناطق اخرى بل ان حلها الوحيد. هو العدل بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعه في تقرير المصير والعيش بكرامه وامان في دوله مستقله على ارضهم مثلهم مثل باقي شعوب الارض. قمه القاهره كانت كذلك بمثابه تاكيد على اجهاض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين الى سيناء بشكل حاسم وصارم لمنع تصفيه القضيه الفلسطينيه. ان العالم لا يجب ان يقبل استخدام الضغط الانساني للاجبار على التهجير وقد اكدت مصر وتجدد التجديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم الى الاراضي المصريه في سيناء اذ ان ذلك ليس الا تصفيه نهائيه للقضيه الفلسطينيه وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدارًا لكفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم، على مدار 75 عامًا هي عمر القضية الفلسطينية. كلمة الرئيس السيسي خلال قمة القاهرة جاءت جامعة وشاملة، ووضعت العالم أمام مسؤوليته في أهمية مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني. وهكذا عكست قمة القاهرة للسلام الدور البارز والمؤثر الذي تقوم به مصر في المنطقة من أجل إرساء التوازن وتهدئة الأوضاع، فضلاً عن أنها تؤكد قوة الدبلوماسية المصرية ودورها الريادي في الساحه الاقليميه والدوليه